السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف ازاي نرسم السلالم في برنامج الريفت. خلينا نبدأ مشروع جديد. اقول له مثلا عايز ارسم architecture template، هيفتح ملف فاضي بس فيه الاعدادات المناسبة للشغل بتاعنا. فخلينا اجي هنا في الاليفيشن، هو عامل طبعا ليفل 1 وليفل 2. ممكن اقول له بقى ايه، اعمل كرييت، وهاجي هنا بلان فيو تايب، اتاكد انه اتعلم على ان هو يعمل سيلينج وفلور وستراكشر. تمام، هنا 4 متر، فهحاول اخليهم برضو 4 متر من هنا لهنا، وهو اوتوماتيك هيبدا ينشئ الاستراكشر والسيلينج والفلور بلان. تمام، طيب لو انا عايز اعدل الرقم ممكن تدوس عليه وتقول له خلي الرقم دوت اهوت، وممكن تعلم سيلكت وتقول له انا عايز كوبي مثلا على سبيل المثال، وبتنسخ الليفل زي ما انت عايز، او تقول له ليفل. تمام، وتختار الاوفست بتاعك مثلا 4 متر، 4 متر اهوت. تمام، وتعمل كليك كده يبدا يحط لك الليفل زي ما انت عايز. طيب خلينا نيجي هنا في ليفل 1 وانا عايز ارسم سلم، فهاجي هنا اقول له انا عايز ارسم سلم اهوت. طيب هو بيبدا يحسب بقى حسب ال كام سلمه الدور مثلا من ليفل 1 لليفل 2 4 متر، فهو بيبدا يحسب، فبيقول لك ان الدرجه هتبقى 173 هيبقوا 23 سلمه. تمام، فانا بدات اهو رسمت ده 11، وبعد كده هاجي هنا هيبدا هو هيكمل من الناحيه دي. تمام، خلي بالك انا برسم من سنتر، ممكن ترسم من الليفت، ممكن ترسم من الرايت زي ما انت عايز. طيب انا كده خلصت ال 23 درجة، هو عايز 23 درجة، فبيقول لي كده الحاجة مظبوطة. طيب قبل ما اخرج بقى هقول له انا عايز اعمل لاندنج. ليه؟ هو اوتوماتيك عامل لاندنج من هنا لهنا. طب انا عايز اعمل لاندنج برضو من هنا لهنا بدل ما اعملها فلور وما تبقاش مرتبطة. هقول له اللاندنج، انا عايز ارسم اللاندنج اهيت، وابدا ارسم اللاندنج بالشكل دوت. يبقى انا كده عملت السلم واللاندنج دي والسلم دوت وهكذا. اوكي تمام، ممكن اقول له فينش. تمام، وهاجي هنا بقى في الليفلات موجوده الاليفيشن، اعمل سيلكت على السلم، الاقي ان انا مالتي ستوري ستير، اقدر اخلي الستير ده يكمل معايا، فاقول له سيلكت ليفل وابدا اعلم على الليفلات واقول له اوكي، فهيبدا يكرر لنفس السلم زي ما انت شايف. طب تعال نشوف 3D. طيب ممكن مكنش انت عايز الريلينج دوت، تقدر تدوس عليه وتلغيه لو انت حابب، تقدر تعدل فيه زي ما انت عايز. طيب الريلينج مش موضوعنا، فخلينا نلغي الريلينج دلوقتي. فلتر تشيك نون ريلينج، تقدر تدوس ديليت لو انت حابب، بس الاول الغي الامبين ده بحيث تقدر تتحكم فيه. طبعا الريلينج ده تقدر تعمل سيلكت وتقول له اديت باس ويتعدل في الخطوط دي زي ما انت عايز. تمام، طيب ادي اهو السلم، تقدر تعدل فيه زي ما انت حابب على سبيل المثال. طيب لو انت عايز تغير بقى شكل السلم مثلا في الالفيشن او في ال او في في الناحيه دي او الناحيه دي، طيب انا عملت سيلكت اهوت. تمام، ممكن تكون سيكشن في الاليفيشن عايز تعدل الشكل بتاعه. طيب ممكن تقول له ايه، انا هدخل في في وهقول له ستير اهوت. ممكن تيجي هنا في البروجكشن والكات، تقدر تعدل الالوان بتاعته، يعني مثلا تقول له انا عايز ده سوليد، عايز ده مثلا بالشكل دوت، عايز ده الكلر بتاعه تبقى كده، عايز ده اغير الكلر بتاعه. اوكي 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 تمام. طيب لو انا جيت عايز اعدل في السلم، لكن اعمل سيلكت، هو بيعمل سيلكت على المالتي ستوري ستيرز كلها، فلازم اعمل ايه، اجي هنا واروح ده ستيب عشان اعرف اعمل سيلكت على السلم بالشكل دوت. طيب ممكن تيجي بعد كده تقول له ايديت تايب، خلي بالك هنا عامل هو الدرجات هنا بس فيها ميل شويه عايز اعالجه. طيب ايه اللي بره دوت، ده السبورت، لو جيت دخلت على ايديت تايب هتلاقي فيه سبورت ناحيه الرايت وناحيه الليفت. تمام، ممكن تضيف سبورت في الميدل لو انت حابب. تمام، تعال نشوف كده في 3 دي عامل ازاي، ضفنا احنا سبورت اهو في النص. طيب
انا هنعمل سيلكت اهوت من خلال التاب، ولو انت حابب تدخل ايديت تايب اللاندنج لو انت عايز تعدل فيها بتعدل من هنا، تقدر تضيف سام از ران يتنفذ زي ما هو معمول بالظبط. طيب خلينا في الران تايب، هتيجي هنا هتلاقي ده التريد، هل انت عايز تريد ولا لا، وهل انت عايز الرايزر اللي هي الجزئيه ديت. خلينا نيجي نعمل سيلكت كده على الجزء دوت واقول له هنا انا عايز سيكشن بوكس، السيكشن بوكس ده اقدر تمام ده الرايزر الحته دي والتريد الحته دي. طيب هعمل سيلكت كده بعد التاب واقول له ايه طيب، وبعد كده هدخل هنا تمام. ده هتلاقي هنا التريد ماتيريال والرايزر ماتيريال. طيب ممكن تقول له بقى انا مش عايز التريد مثلا او مش عايز الرايزر زي ما انت عايز تمام. وهنا النويزنج اللي هي الاضافه اللي هي ممكن تزود بالشكل دوت. طيب انا هلغي السلاندد اللي هي الميل دوت عشان يبقى مستقيم. ده النويزنج اللي هي الاضافه ديت تمام، لو كبرتها طبعا الناس كلها هتتكعبل والناس هتدعي عليك بالشكل دوت. طب ممكن تخليها ايه زيرو مثلا لو انت حابب بالشكل دوت. يبقى عندك السلم بالشكل ده.